السلام عليكم، أهلا أصدقائنا الأعزاء. هواية دورات التسريحات، هواية دورات دن القام، هواية أكو مبتدئات عندنا، حتى الكفؤات دي يعني دي يتعلمن أو دي يطورن نفسهم ويريدن الملكانة يشتغلن عليها بالتسريحات. وصلتنا ملكانة بها لونين، طبعا هذا اللون البني اللي هو أعتقد رقم 5 بالأصباغ، هذا شوف شعره الملكانة، شعرها مستوى حلو، كثافتها اوكي، هذه ملكانة زين، خلينا نشكلها هنا. واجا اللون السيلفر هذا، طول ما شعر كلش حلو اذا تستخدمون بيه تسريحات زين، وشعرها كثيف. بس ايش راح نسوي احنا؟ راح نسوي تجربة عليها انه تتحمل. اهم شيء عندنا هسه مرات يدخلون يقولون نريد تتحمل كوي، احنا ما نحتاج كوي. ليش؟ لان هي اصلا شعرها سرح، ممكن نستخدم الكيرلي، ممكن انه نشتغل بالكسارة اي، لكن الكاوية ما نحتاجها. بس ايش راح نسوي احنا؟ راح نشغل هنا هسه هذه، تعال شيك لي هنا، هاي 450 نصعدها ل 500 ل 550، لان هي هاي سرعتها توصل لل 950، احنا راح نشتغل بيها لل 550 درجة الحرارة، وراح نشتغل كيرلي على الميريكانا ونشوفها. خلي تحمى بعد. هسه وصلت لل 550 تكمل اوكي. هسه صارت حرارتها عالية، راح اخذ خصلة اني من الشعر وراح ابدي اشتغل بها كيرلي واشوفها. هاي للفحص الكم، بالمناسبة اني مو كوافير فلا حد يقول هاي شلون سويت كيرلي، راح اشتغل على معرفتي البسيطة. اوكي هسه ننتظرها شوية، درجة حرارة هسه دا اشتغل 550، صراحة المفروض اعلي بعد زين، لكن هسه عندنا مولدة مو وطنية فخاف تفصل، لكن ان شاء الله يعني تسوي شغل. واو هذا شغلها. اذا تاخذها على معرفتي وشي بسيط، واكو مره بعض الاحيان الكوافيره تظل لازمه الخصله حتى شويه تبرد تصير بعد اكثر بها كيرلي. هسه هذه بالنسبه هذه للسيلفر، خلينا نجرب على البني اللي هو رقم 5، طبعا شعرها كثيف وشعر طويل. اذا نعليها اكثر راح تاخذ اكثر طبعا، لكن احنا سويناها على 550 درجة حرارة، على 550 واخذت. اذا هاي بما انه تاخذ كيرلي، اذا تشتغلين بيها بالكسارة، اذا تشتغلين بيها بالكاوي، ايش تريدين تشتغلي اشتغلي بعد. وبصراحة بخبرتي يعني الغير بسيطة بموضوع الميليكانات، هذه الميليكانة اي ثينك اعتقد انه حتى تنقصر، بس انا مالي شغلة بالقصر، انا بدي اعطيكم ميليكانة مال تسريحات. نفس الشيء تاخذ هاي على شغلي المتواضع البسيط زين. ان شاء الله شفتوا هاي التجربة عليها، خلي اجرب اطفيها، هذه طفيتها، خلي اجرب بالكسارة فدنو بعد شغلناها، وين التشغيل هذا
اوكي هي التشغيل اشتغلت على 980. خلينا ننزل شوي من عندها. هاي 780 طلعت حارة. بس ناخذ هاي الخطوة نفسها. تريد تحمل بعد شوي أكثر. بدأت هسه تاخذ ترفع درجة حرارتها هذي. اذا هذه الميريكانه مال تسريحات تشتغل كيرلي كاويه كساره بها هذا اللون البني اللي هو خمسه رقم خمسه وهذا سيلفر على بياض ينطي مو سيلفر سيلفر. تحياتي لكم. كان وياكم حيدر درب مدير مكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعنايه بالمراه. اللي يريد يطلب خلي يطلب متوفره جمله ومفرد.